تفضل. انا لا شوف ابو احمد معلش اسمح لي. يا مرحبا يا مرحبا بالتحدي. ابو خالد تسمح لصالح الداوي؟ لا لا ما اسمح له. ما يسمح لك انت تقول لي لا داود ما اسمح. روح روح اقول يا مرحبا بالتحدي والله هذا اللي نتمناه في كرتنا والله احب التحدي ولا المزايدات. بس الفلوس صالح المزايدات صالح. ابي التحدي بالميدان. ها التحدي بالكلام ولا بالفعل؟ ابي التحدي بالميدان. ابي شغلك انت الان قاعد تاخذ اضواء اضواء وتزيد الضغوط عليك. انا ابي شغلك في الملعب ابي جمهورك يفرح. الحين سؤال سؤال انت تبغى رؤساء الانديه يتحدون في في بينهم ويعملون على نفسهم مزايدات؟ هذا امر طبيعي. انا اقول لك شوف ما دام في احتراف وما دامك قادر ماليا ممتاز يا مرحبا. قادر مين قادر الان؟ انا اقول لك هم قاعدين يتكلمون على انهم قادرين. بس صالح بدون لغه تهكميه اللي قاعده تصير في التويتر. شوف انا لي تحفظ على بعض الكلمات بصراحه. هم عاد شوف رؤساء جدد وزي ما قلت مكلفين. احنا توقعنا انهم بيركزون على العمل الان. عندك بس لما سامي جاب يقول بتجول في الانديه وهو اللي قاعد يجدد لها الهيئه. عندك تركه نعم عندك تركه اصلا شلون بتجول وتطلع فلوس؟ طيب يلا ابو خالد تفضل.